بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. أرحب بكم وبحضراتكم من جديد وفي انطلاقة الشوط الثاني عشر للإبكار الحقائق. على بركة الله أعلنت الانطلاقة، أعلنت البداية مباشرة مع الصدارة، مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول لأتابع العبور. سالم بن سعيد بن حربية العامري يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثاني القادمة والحاضرة أتابع القادمة والمنطلقة ديمة، سلطان بن سويد بن زايد بن قشمان، ولكن القدوم من طاعة سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي يقدم لنا شعاره، مع المركز الثالث المركز الرابع أمطار أمطار، سلطان بن سرور بن أحمد بن سرور الظاهرية يقدم لنا شعاره، بينما المركز الخامس القادمة والحاضرة آمال سيب بن محمد بن عامر بن حمود يقدم لنا شعاره، والقادمة مع المركز السادس القادمة الوثبة هزاع بن هادي بن سالم المنصوري يقدم لنا شعاره، والقدوم والحضور مع المركز السابع أتابع أماني، أماني هي القادمة، عبد العزيز بن حمد بن حلفان المري يقدم لنا شعاره، مع المركز السابع المركز الثامن الريم هي القادمة، محسن بن مبخوت بن غانم المنهالي يقدم لنا شعاره، بينما المركز التاسع الوصول من شباب أحمد بن سالم بن أحمد المنصوري، المركز التاسع القادم صيت ناصر بن محمد بن غنام الهاملي، والمركز العاشر أوصلت الذيبة سعيد بن سالم بن مطر بن هذا الاكتبية، ولكن نعود إلى الصدارة إلى العبور، العبور العبور مع المركز الأول سالم بن سعيد بن حربية العامرية يقدم لنا شعاره، والقدوم والحضور أتابع القادمة والحاضرة أوصلت الريم، محسن بن مبخوت بن غانم المنهالية يقدم لنا شعاره، والقادمة صيت ناصر بن محمد بن غنام الهاملية كذلك أمانية هي القادمة، والحضور والوصول أوصلت مزون ضاحي بن سعيد المشغونية، ولكن نعود إلى المعركة الطاحنة ما بين الثلاث اللي زان فيهن اللقى. الله يا العبور، العبور وصيت قادمة بكل قوة صيت، ولكن الفوز لمن؟ الريم 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 مع الصدارة، بسم الله عليها بسم الله حواليها، طارت الريم طارت الريم مع المركز الأول محسن بن مبخوت بن غانم المنهالية، مع الريم غادر المنهالي غادر مع الريم وانطلاقتها الريم وانجازاتها، سلام يا المنهالي سلام، محسن بن مبخوت بن غانم المنهالية، المركز الثاني صيت ناصر بن محمد بن غنام الهاملية، المركز الثالث أوصلت مزون ضاحي بن سعيد المشغوني، والمركز الرابع أوصلت أبعاد أحمد بن عبد الله بن سعيد الغفيلي، والمركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس العبور سالم بن سعيد بن حربي العامري، الريم الريم سلام.
يا مالك الريم سلام على هذا الفوز. محسن بن مبخوت بن غانم المنهالي ما شاء الله وتبارك الرحمن على الريم وهدى الريم. التوقيت الزمني ولحظة وصولها 4:24 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كانت صيت ناصر بن محمد بن غنام الهاملي 4:26. جزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كانت مزون ضاحي بن سعيد المشغوني. توقيت الزمني 4:28 6 أجزاء من الثواني. والمركز الرابع أوصلت أبعاد أحمد بن عبد الله بن سعيد الغفيلي. توقيت الزمني 4:30 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس العبور سالم بن سعيد بن حربي العامري 4:31 جزء وحيد من الثانية. إذا تهانينا والناموس للجميع.